امرأة عندها هذه العوامل اللي قلت كلها، مثلا بلوغ مبكر وسن يأس متأخر وعائلتها فيها وهذا وعندها التوتر وتقدر ما تصابش. وكاينة امرأة ما عندها حتى حاجة من هذا الشيء، ما عندها حتى عامل من عوامل الإصابة وتصاب. على ذاك الشيء هذه العوامل غير من أجل استئناس نقولها لكم. ما هو الكشف المبكر؟ جميع النساء معنيات بالكشف المبكر. الرياضة عامل من عوامل الوقاية من الإصابة من داء السرطان. وسؤالي هو واش ما كتشكلش الإصابات الرياضية على مستوى الصدر خطر على الممارسات، ويمكن يكون تكون سبب في حملو مرض السرطان. نسير النساء المصابات بهذا الوباء، هذا المرض طبعاً، لأن لما الدم النفسي يشكل نصف العلاج. إحنا عرفنا دكتور ديال على الرغم من كيتوصلوا أن شي حالة من النساء تكون مواكبة نفسية من دكاترة نفسيين كيواكبوا النساء، لأن عارفين أن ممكن تقبل المرض والتصرف مع الذات يشكلوا نصف الدواء، وهذا الشيء اللي كنفتقدوا في المولات. السلام عليكم، معكم هاجر اخصائيه ديال الترويض الطبي ومديره مركز غاسين دو غيدوكاسيون متواجد بالقريه. فالندوه دازت في احسن ظروف بحضور البروفيسور خالد فتحي، وكذلك بموازاه مع التدخل ديالي انا كاخصائيه ديال الترويض الطبي، فهي دازت في احسن ظروف بحيث كانت ندوه مشيقه وكانوا فيها يعني تجاوب مع الحضور، بحيث تم طرح عده اسئله. فكنشكروا السيد رئيس المقاطعه والنائب ديالو وكذلك جمعيه المجتمع المدني للاستضافه للدعوه ديالنا في الحضور ديال هذه الندوه هذه اللي هي كانت توعيه والارشاد واعطاء نصائح للوقايه من سرطان الثدي وكذلك سرطان عنق الرحم. فانا بدوري كاخصائيه ديال الترويض الطبي تم التدخل ديالي ما بعد استئصال الثدي او ما بعد استئصال عنق الرحم. فلما المراه كيتم استئصال ديال هذا العنق ديال الرحم ديالها او استئصال ديال الثدي، فهي كيكون تعرض للمخلفات مضاعفات بطبيعه الحال من بعد هذا الاستئصال هذه. فهذه هي النقطه اللي كانت انا التدخل ديالي فيها، والحمد لله داز اللقاء في ظروف مزيانه. وكذلك كنصحوا جميع النساء بانهم يحاولوا يكشفوا الكشف المبكر، بان المراه من بعد ما انها كتعدى السن 45 فتحاول ما امكن انها كل سنه او كل 6 اشهر تكشف، دير واحد لا ماموغرافي باش تكشف على هذا السرطان هذا قبل ما انك تزيد الحده ديالو. السلام عليكم، حنايا من سكنه ديال حصاين بسلا قريه. في الحقيقه دوزنا ندوه زوينه، استفدنا بزاف الحضور اللي كانوا الاساتذه والاساتذه الجمعيين والدكتور البروفيسور السي فتحي. الحقيقه استفدنا بزاف شي حوايج ما كناش عارفينهم على هذا المرض السرطان ديال الثدي ولا ديال عنق الرحم. والبروفيسور الدكتوره هاجر عطاتنا حتى استفاده ديال داكشي ديال الترويض اللي من بعد العمليات ديال السرطان، واستفدنا من الوقايه والعلاج وشنو الحاجه اللي يمكننا نديروها قبل، يعني على داك الفحص اللي تيكون من قبل باش الواحد يعرف فوقاش كيكون سرطان قبل ما يعني المرض يكون كثير بزاف. الحقيقه استفدنا، كانت ندوه زوينه بزاف، وكنتمناو زعما بحال هاد الندوات يكونوا زعما هكا مره كنستافدوا منهم في الحقيقه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، معكم هند الطيبي قائده فرح حصين للكشاف التطوعي والملتقى هذه الندوه بشراكه مع مجلس مقاطعه حصين وكذلك جمعيه المجتمع المدني. الندوه ديال هذا النهار كتهم واحد الفئه مهمه من المجتمع، الا وهي الركيزه الاساسيه للاسره، المراه بصفه عامه، وكما كنقولوا هي المحرك الاساسي والعمود الاساسي للمجتمع. كانت الاستضافه ديالنا كيوم تحسيسي لداء سرطان الثدي وكذلك سرطان عنق الرحم، كان البروفيسور فتحي متخصص امراض النساء اعطى واحد نبذه على مرض السرطان في البدايات ديالو وبعد الاستئصال وكذلك طرق الوقايه منه. تلته الاخت هاجر اخصائيه الترويض ورئيسه الجمعيه الوطنيه لبذور الترويض.
بعملية الترويض التي تلي الاستئصال، وكيفاش كيساعدنا الترويض باش نتخلصوا من دوك الآلام المترتبة عن الاستئصال، وكذلك بعد مرور فترة ديال الزمن ديال المرض القاسية. الصراحة كانت ندوة تهم ساكنة حصين، وكنتمنى أنها تعمم على السالة كاملة. هنا دابا هذه بداية ندوة تحسيسية على هذا المرض، إن شاء الله كان وعدكم غادي تكون حملة ويستفدوا منها واحد العدد كبير ديال النساء إن شاء الله بحول الله. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بكم.